سريعا لأخبار النادي الأهلي. بصوا بقى، ركزوا معايا، ديانج جاله عرض خيالي تاريخي، رقم كبير جدا 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 ما تحطش في لاعب من الدوري المصري قبل كده. إدارة الأهلي عرضت على موسيماني ديانج، جاله عرض كبير، قال ديانج معايا رايح بيه كأس العالم للأندية، هاخد بيه بطولة أفريقيا وبعد كده نتكلم. إذن ديانج مكمل مع النادي الأهلي، ويطمع النادي الأهلي في عرض آخر أكثر أو أكبر قيمة مالية. يبقى كده عشان نقصر الطريق، النادي الأهلي مستني فوق 10 مليون يورو في ديانج. خلاص خلص الحديث، ماشي. باكشتاش بيجدد طلبه التعاقد مع محمد شريف. محمد شريف قال لهم انا ماليش دعوه بالعروض، لا باخد عروض ولا اي حاجه، اللي عايز يقدم للنادي الاهلي وانا تحت امر النادي الاهلي ومركز في الملعب. التخطيط عندها اجتماع مع موسيماني، هيحضر الاجتماع ده الاستاذ ياسين منصور، لان الفتره اللي جايه شركه الكوره بالنادي الاهلي هي اللي هتبقى مسؤوله عن التعاقدات والملف ده بالكامل. ان شاء الله باذن الله قريبا هنعرف